القضية الفلسطينية بتمثل بالنسبة لمصر قضية أمن قومي، ومن ثم فإن مصر تحركت منذ اليوم الأول ليس فقط لاحتواء الأحداث ووقف إطلاق النار وزيادة حجم المساعدات، ولكن للتأكيد على الثوابت التي تتبناها، ومن بينها رفض فكرة العقاب الجماعي والتهجير القسري وقتل المدنيين. القيادة المصرية تتحرك وسط حقل الغام انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية، ورفضت أن تتحول القضية الفلسطينية من قضية لاجئين إلى قضية مساعدات إنسانية، وبالتالي كانت سباقة لعقد مؤتمر القاهرة للسلام يوم 21 أكتوبر الماضي. وكان هنالك حرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يحدد خلال المؤتمر خريطة طريق متكاملة للخروج من الأزمة، ابتداء من إدخال المساعدات ومرورا بالتهدئة ووقف إطلاق النار، وانتهاءا باستئناف المفاوضات السياسية التي تؤدي إلى حل الدولتين. هنتكلم بشكل أكثر تفصيلا مع ضيفنا عبر الهاتف دكتور إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية. دكتور إيمان، صباح الخير على حضرتك وأهلا بك في هذا الصباح. أهلا وسهلا بحضراتكم، صباح الخير. القيادة المصرية لا تدخر جهدا على مر التاريخ وخلال الأزمة الراهنة في احتواء الأزمة وحلها حل نهائي. لو نظرنا إلى جملة كانت موجودة في الخبر أن مصر تعمل في وسط حقل الغام، لو نظرنا إلى الوضع دكتور إيمان، إزاي حضرتك بتشوفي هذا الحقل من الألغام، سواء تاريخ القضية وامتدادها، الجرائم الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، دول العالم التي تنظر إلى الوضع بصورة غير الحقيقية، ربما نقول أنها صورة ضيقة وصورة ظالمة، القلق على مستقبل المنطقة، كيف ترى كل هذه الأوضاع وكل هذه المعطيات والجهود المصرية لوضع خريطة طريق وحل متكامل وجذري للأزمة؟ هو بالفعل الوضع الحالي بيرسخ الإشكالية مهمة، وإن القاهرة على بركان الغضب بالنظر للقضية الفلسطينية وأبعادها تطوراتها. 40 يوم مرت منذ عملية 7 أكتوبر وحتى وقتنا هذا، تفاقم الأوضاع الحرجة على كافة المستويات الإنسانية والسياسية بشكل كبير، كذلك المشهد الميداني والمشهد العسكري، عمليات الاستهداف وخرائط التمدد، كل دي مؤشرات بتنذر بوضع كارثي. في المقابل القاهرة يمكن بتاخذ على عاتقها انطلاقا من عبء الجغرافيا إدارة الملف الفلسطيني، نقل الرسائل المباشرة، توضيح وترسيم خريطة طريق للعبور الآمن للمسار السياسي، وإجراء عملية تسوية سياسية وفقا للمنظور العربي والمصري فيما يتعلق بحل الدولتين وفقا لحدود 67. كل تلك الآليات أو الرسائل مصر بتاخذ على عاتقها تضمنها وفقا لأجندتها الخارجية، سواء على المستوى الخارجي وزارة الخارجية أو على المستوى الدبلوماسية الرئاسية من جانب سيادة الرئيس. ويمكن ده اللي تكشفت عنه كافة التحركات لسياسته من 7 أكتوبر وحتى وقتنا هذا، حجم اللقاءات الثنائية والمتعددة، الرسائل المصرية في المنظمات الدولية وكذلك الإقليمية على هذا الأمر. بالمقابل هناك تعنت في إدارة الملف،